ويلا بينا نشوف التمارين اللي هتساعدنا ان احنا نتخلص من وجع الظهر. يلا بينا. اول تمرين عندي وهو البنت اوفر رو، تمرين مهم جدا. اهم حاجه ظهري يكون مفرود مش متني، كتفي يكون لورا وبسحب دراعي بالمدى الحركي الصحيح. التمرين الثاني عندي وزي ما انتم شايفين وهو الريفرس فلاي، ده من اهم التمارين. اهم حاجه يكون برضو ظهري مفرود، دراعي ما يكونش مفرود للاخر، والمفصل عندي يكون متني بطريقه بسيطه جدا زي ما انتم شايفين في الاكسرسايز. ثالث تمرين عندي وهي الشرج، اهم حاجه رقبتي ما تكونش مشدوده وظهري يكون في مستوى كتفي بطريقه مظبوطه وما شدش جسمي جدا عشان ما يحصلش برضو اصابه. رابع تمرين عندي وهي الفرونت رايز، وبرضو لازم دراعي ما يكونش مفروض للاخر وما اكونش قافله المفصل لاخر كوعي علشان برضو ما يحصلش اصابه. خامس تمرين عندي وهو الريفرس بنت اوفر رو، وده لازم يكون كوعي جنب وسطي شويه وما يكونش مشدود للاخر، وفي نفس الوقت كتفي يكون مفرود ومش عامله اكل. ورجعنا لكم تاني بعد التمارين ما عملناها وعرفنا اهميه الظهر. في حاجه كمان مهمه جدا، لو انا بتمرن على عضله الباك وهي الظهر وحسيت بوجع مش طبيعي، حسيت بوجع في الفقرات، انا محتاجه ان انا اروح لدكتور وما اطولش في التمرين. انا كده مش معناه ان انا بعمل افكت كويس او ان انا تاثيري كده كويس بان انا بعمل تدريب زايد، لا، ده كده اسمه تدريب زايد واجهاد عضلي، وبعد الشهر ممكن يحصل اصابه، فيستحسن ان انا اروح لدكتور على طول. وحاجه كمان مهمه جدا يا يوسف، هنعيد تاني، ما ينفعش ان انا اشوف اي فيديو بره او اي حركه عجبتني اعملها، بعد الشهر فورا ممكن يحصل فيها اصابه. شوف الحلقه كامله من خلال تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا، المستقبل يبدأ الآن.